الدين، انا برضو مهتم قوي اعرف منك، انت قلت لي في وسط كلام مظهر المحامي، هو مظهر المحامي الشاب ده المفروض يكون ازاي؟ ببدله طبعا. بدله طبعا طبعا يا فندم. وده ده الغلي بقى اليومين دول طبعا برضو يا فندم، لازم اكون لابس بدله، اكون شكلي يليق بشكل محامي. تمام. مهنه المحاماه علشان يبقى عندك راس مالها، هي راس مالها المعلومات. مظبوط. فهنقلك لمنطقه الكتب. تمام. سعر الكتب او متوسط اسعار الكتب بتقدروا عليها؟ بتقدروا تجيبوها؟ ما هو حضرتك على حسب الكتاب ده، المرجع ده بتاع مين؟ بتاع مين؟ يعني مثلا لو 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 بتاع استاذ كبير من الاساتذه بدون ذكر اسامي، يعني من 550 وانا طالع. ده الموسوعه ولا الكتاب؟ لا الموسوعه. الموسوعه دي بقى انت عندك فروع كتير، فلازم هتجيب كتب كتير. لازم طبعا. وانت قدرت انت كاحمد شخصيا عندك مثلا مكتبه؟ لا انا ربنا يخلي لي والدي استاذ محيي عبد الرحيم محامي بالنقض عنده مكتبته، فبستعير منه. وفر عليك 20 سنه. وفر عليك 20 سنه. ده اول مره اعرفها في الحلقه دي فيها محسوبيه. استاذ احمد الرملاوي، عايزك تقول لي برضو بخصوص التكنولوجي في فرنسا، اكيد اكيد ما يعني خلاص عندهم تكنولوجي، فبيقدروا يحصلوا المعلومات بسهوله عن طريق الانترنت. انا بلاحظ هنا ان مش معظم المعلومات او مش كل المعلومات اللي موجوده على شبكه الانترنت هي معلومات دقيقه، وانا يمكن بنصح زمايلي المحامين الصغيرين ما تلجاش للي موجود على الانترنت، يعني ما تهتمش بيه قوي، لان في الغالب هو كاتب ناس زيك، فدي وجهه نظره هو. كلام حضرتك صحيح 100%. فقول لي بقى بالنسبه لاسعار الكتب بتتعاملوا معاها ازاي كشباب محامين؟ لا اسعار الكتب احنا ما بنشتريهاش، يعني وصلنا لمرحله دلوقتي عدم الشراء. ما بتشتروش؟ ما نقدرش نشتريها الا لما ساعات ينزل بعض الكتب او الموسوعات الصغيره او الاكواد في النقابات الفرعيه تنزل ب 50 او 60 جنيه او زي ما بتنزل يعني بسعرها المدعم، ولكن ده قليل جدا ومش موجود بصفه دايمه. ده اولا. ثانيا زي ما حضرتك طرحت الفكره، المظهر انا بشوف محامين كتير بيدخل على القاضي الصبح بتشيرت وبنطلون جينز. يعني هيعمل ايه؟ ما هو النقابة من البدله النهارده وصل بكام، هيعمل ايه؟ زي ما بيوفروا بدل للقضاء او بيوفروا بدل لبس او مظهر لوكلاء النيابه، يوفروا ليا انا كمان كسلطه من ضمن السلطات. ان تقصد النقابه يعني؟ النقابه توفر لي اماكن تعمل لي تخفيضات معاها، تعمل لي حاجه معاها تخليني مظهري يليق بيا، زي ما هم بيقولوا لازم مظهرك يكون لائق. تمام. ساعدني يكون مظهري يكون لائق. ايه اللي انت عايزه يا احمد من النقابه ومن نقيب المحامين توجهه له في رساله؟ قول له يعني انت عايز منه ايه؟ عايز من نقابه المحامين ايه؟ يا فندم انا عندي مشكله يعني تانية قبل ما اتكلم في مشكله النقابه. اتفضل. مشكله المحامي الكبير في السن لما سمعته واسمه، لما يجي موكل يعني في اي قضيه من القواضي يشوف محامي شاب صغير يقول لا انا مش يعني بلاش المحامي ده اللي اشتغل، ده صغير في السن، ده هيضيعنا، ده مش عارف يشتغل، ده مش هيبقى فاهم، ده بتطفش منك الزبون يعني. طب مع العلم لو دي اول قضيه جات لي في مهنتي في شغلتي، دي لو اول قضيه هقتل نفسي فيها بحث ودرس ان انا اطلع فيها احسن ما عندي وتبقى احسن شغل انا عملته عشان ارضي نفسي قبل ما ارضي الموكل. لان انا عايز ابان، عايز اظهر، عايز ابقى محامي معروف على الاقل في المحكمه اللي انا شغال فيها، ابقى محامي معروف في المحكمه اللي انا شغال فيها. انما المحامي الكبير اسم يعني على سبيل المثال الموكل. انا مش عايزكم تاخدوا المساله بينكم وبين اساتذتكم عدائية يعني. لا هي مش عدائية يعني، هي مش عدائية خالص. هي مش عدائية يعني على المستوى المهني او الشخصي او اي مستوى، ما فيش اي مستوى عداوة بيني وبين اساتذتي، هم اساتذتي الكبار واللي انا بتعلم منهم، وده ما فيش خلاف. يعني انت عايز تناشد المحامين الكبار ان هم يدوا فرصة ويفسحوا المجال؟ يدونا فرصة، للمحامين الصغيرين انهم ياخدوا فرصة. المحكمة انا لو واقف بترافع قدام المحكمة او بتكلم قدام المحكمة انا بكتفي بذكر الدفوع وبناء عليه يا استاذ، طب اديني فرصة اتكلم، انا ممكن اقول كلام كويس، انا ممكن اكون مذاكر وباحث في الكتب ومطلع كلام جميل عايز اقوله للمحكمة، المحكمة تقول عليا ان انا محامي شاب صغير فاهم ودارس في القانون وليه مستقبل كويس في القانون، بس حتى المحكمة ما بتديش للشاب الفرصة ان هو يعبر عن اللي جواه في اي قضية حتى لو كانت صغيرة. مستصغرك يعني؟ مستصغرك.